يقوم بتوصيل زوجة صديقي ورجل آخر بالسيارة لصديقي بالمستشفى، ولكن زوجته تريد أن ترافقه وهو يرفض. توصيل زوجة صديقي ورجل آخر بالسيارة لصديقه بالمستشفى. الخلوة انتفت، يعني في رجل آخر في السيارة مع امرأة، يعني رجل رجلان في سيارة وامرأة خلفهما في مسافة ليست بمسافة السفر داخل البلدة، لا بأس، لأن الخلوة منتفية إلا إذا كانوا أشراراً.